أهلا بكم. الأمن الغذائي تحول إلى هدف استراتيجي مرتبط بالأمن القومي لمصر، حيث عملت الدولة منذ 2014 على تأمين تحقيقه رغم تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية والتغيرات المناخية، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية. فنجد أن الدولة استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل مثل الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن وبيض المائدة والألبان، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير من الفاكهة والخضر، وقاربت على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية بنسبة تعدت 90%، ومن الأسماك بنسبة تتراوح ما بين 85% إلى 90%. وخلال السنوات العشر الماضية أطلقت الدولة العديد من المشروعات القومية الزراعية، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع 100,000 فدان من الصوب الزراعية، ومشروع شرق العوينات، ومشروع تشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، والمشروع القومي لإنتاج الشتلات. وتعد تلك المشاريع حجر الأساس نحو تأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي للإسهام في تقليل الفجوة الغذائية في مصر، كما أنها تتميز بميزة تسويقية من حيث قربها من الموانئ، وتتكامل مع شبكة الطرق القومية الجديدة، وتستهدف خلق واد جديد في الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية واستغلال كافة الموارد المائية المتاحة لهذا الهدف. وإلى جانب ذلك بذلت الدولة جهودا لتحسين أصناف المحاصيل الزراعية من خلال التوسع في الأصناف المحسنة للمحاصيل، حيث تم إنتاج 26 صنفا لعشرة محاصيل خضر رئيسة، وأكثر من 150 صنفا للمحاصيل الاستراتيجية مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي، فضلا عن إنشاء محطتي كومومبو ووادي الصعيدة لإنتاج شتلات قصب السكر بطاقة 200 مليون شتلة وبتكلفة 2 مليار جنيه، وتنفيذ أكثر من 7,000 حقل إرشادي للقمح. ولم تكن جهود الدولة لدعم الفلاح غائبة في مبادرة حياة كريمة، فقد تم دعم الأنشطة الزراعية، فاستهدفت المبادرة إنشاء أكثر من 332 مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 41 مركز تجميع ألبان و329 جمعية زراعية و316 وحدة بيطرية و305 مراكز إرشادية تقدم خدماتها لأكثر من 1500 قرية خلال المرحلة الأولى للمشروع. وفي مجال الثروة الحيوانية أنشأت الدولة المشروع القومي للبتلو الذي استفاد منه نحو 43 ألف مستفيد بعدد رؤوس 500 ألف رأس وتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، ذلك إلى جانب المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، بالإضافة إلى المشروع القومي لتحسين السلالات. وفي مجال الثروة الداجنة تم عمل قاعدة بيانات رقمية لمنشآت الثروة الداجنة، وتوفير تمويل ميسر لتشجيع مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتوفير أراض لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، والتوسع في إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية عبر الشراكة مع القطاع الخاص. وفي مجال الثروة السمكية والبحيرات تم إطلاق المشروع القومي لتنمية وتطوير البحيرات وزيادة إنتاجيتها، وإنشاء عدد من مشروعات الاستزراع السمكي مثل مشروع بركة غليون ومشروع الفيروز شرق التفريعة، كما تم إنشاء مفرخات لإنتاج زريعة الأسماك البحرية، إلى جانب تطوير مفرخات إنتاج زريعة المياه العذبة، وتخصيص مواقع لإنشاء الأقفاص السمكية البحرية، بالإضافة إلى تدعيم منظومة مراكب الصيد في البحار والمحيطات. وإجمالا بلغ إجمالي مساحة مصر الزراعية حتى الآن نحو 9,600,000 فدان، فيما يبلغ إجمالي المساحة المحصولية لمصر حوالي 17 مليون فدان، وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام. وقد أسهم قطاع الزراعة بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم بنسبة 25% من إجمالي القوى العاملة. مشاهدينا الكرام،
كان هذا عرضا سريعا لإنجازات الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في مجال الأمن الغذائي. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.